ده اسمه خدم العار، ده اسمه خدم العار. واعلموا ان فيكم رسول الله. فين هو؟ اهو. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروى أنه كان هناك حمار مقيد في شجرة، فجاء الشيطان وفك له الحبل. دخل الحمار حقل الجيران وأخذ يأكل الأخضر واليابس. رأته زوجة الفلاح صاحب الحقل فأخرجت البندقية وأطلقت النار على الحمار فقتلته. سمع صاحب الحمار صوت البندقية، فلما رأى الحمار مقتولا غضب هو الآخر وأطلق النار على زوجة الفلاح فقتلها. رجع الفلاح فوجد زوجته مقتولة، فحمل بندقيته هو الآخر وقتل صاحب الحمار. سئل الشيطان: ماذا فعلت؟ فقال الشيطان: لا شيء، فقط أطلقت الحمار. إذا أردت يا صديقي أن تدمر مجتمعا كاملا فأطلق الحمير. ربما القصة قصة خيالية، لكن ما أشبهها بواقعنا اليوم، وما أكثر الحمير في مجتمعنا. وإليك أحدهم لما أراد أن يداعب الغرب والملاحدة، ماذا فعل وماذا قال؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألف لام ميم ذلك الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. فين هو؟ أهو. ولازم تعرف ان في فرق بين الذكر والقرآن والكتاب. الذكر ده بقى موجود في كل الخلائق. ايوه. ان نحن نزلنا الذكر وان لو لحافظون. مش ده الذكر هو موجود في كل ابن ادم. يعني الطفل الصغير لما المراه امه بتحطه على صدرها بيعمل ايه؟ شفت مولود بينفخ كده ولا كله بيمص؟ بيمص. ده ذكر. واخد بالك؟ ايوه. سبحان الله. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طبعا ما ينفعش أننا نرد على أحمد عبد ماهر ونقول له ده صح وده غلط، لأن الأهم من كده أننا نقف وقفة ونعتبر الأول قبل الرد عليه. الراجل سبحان الله اقترب من عمر 80 سنة، يعني العمر ما عادش فاضل فيه قد اللي راح. انت منتظر ايه من الدنيا تاني علشان وانت في السن ده تكون بالانحراف ده؟ انت لازم تخاف والله على نفسك، ولازم تراجع نفسك مراجعة شديدة جدا، وتلحق تتوب من اللي انت فيه. انت بتدور على ايه؟ بتدور على ايه من الدنيا؟ وبتحاول تكسب ايه؟ وبتشاور لمين علشان يديك ايه وكام؟ مش هيدوك حاجة ومش هيرضوا عنك. انت بتحاول تلفت النظر ليك وتعمل ترند، وبتقول للملحدين انا هنا وراهن اشارتكم، انا خدام وشغال هدم في السنة النبوية زي ما انتوا شايفين، والنهاردة انا جاي اهين المصحف والقرآن وشكك الناس في دينهم علشان يرمولك اي حاجة، اي فتات تقتت بيه. يا راجل عيب عليك، عيب على شبتك وسنك. مش هقولك حرام، لان واضح انك ما تعرفش اصلا معنى الكلمة دي ايه. انت يعني نفسك قناة الحرة تسمع بيك وتعملك برنامج تحارب فيه الاسلام زي ابراهيم عيسى واسلام بحيري وفاطمة نعوت وفريدة الشباشي وشريف الشباشي والناس دي؟ حابب اقولك والله ريح نفسك، كان غيرك اشطر. الاسلام ده مر عليه اللي اشطر منك واعلم منك واقدر منك، وامكانياتهم كانت افضل منك مليون بل مليار مرة، ومع ذلك فشلوا انهم يغيروا حرف واحد في القرآن او السنة النبوية. يا سيادة المستشار ريح نفسك، لان الاسلام ده عاصي عليك وعلى امثالك. إهانتك للقرآن وإنكارك للسنة مش هيشكك مسلم أبدا في دينه، ولا هيضر الإسلام كله قدر أنملة، بل والله ولا أقل من ذلك. إهانتك دي بدون نتيجة، بل والله بتكون نتيجتها عكسية ولصالح الإسلام. الإسلام يا عبده دين فطرة، يعني بيدخل القلب مباشرة من غير واسطة ولا إذن من حد. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نعيد قراءة وفهم وتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب
ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ بن نصر بن حسان التميمي قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ومعنى كلمة فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ يعني من أقام قلبه على الهدى هديناه، ومن أقام قلبه على الضلال ضللناه. يعني اللي قلبك بيختاره ربنا سبحانه وتعالى بيوكلك إليه. يعني لو اخترت الميل للدنيا ومحارب الدين ربنا سبحانه وتعالى مقابل بقى الشهرة والمال والنفوذ والسلطان وكلك الله إلى ما اخترت، ويبقى خلي بقى الحاجات دي تنفعك ساعة الموت وفي القبر وعند الميزان وساعة المرور على الصراط. يا عبده انت مش عاجبك الإسلام ولا عاجبك أهله وشايف ان في أغاليط واننا مش فاهمين ديننا، روح يا عم غور يا سيدي، لن ينقص الإسلام بخروجك منه والله. خليك راجل كده واعلن انت بتعبد مين بجد، لان انت عار على الإسلام، والله فعلا عار على الإسلام وعلى المسلمين. ده ختم ايه؟ ختم العار. نصور ده اسمه ختم العار، ده اسمه ختم العار، ده اسمه ختم العار. ليه بقى؟ انه لقرآن كريم، ده مش قرآن، ده كتاب. كتاب والله يا عبدو، انت اللي عار على الأمة بل عار على البشرية كلها. انت راجل بغيض قد بدت البغضاء من فيك، وما يخفيه صدرك أكبر بكثير مما تظهره وتعلنه للناس. اللي انت بتقوله ده ردة صريحة ليس فيها أي شك، كفر بواح وزندقة واضحة. لو أن للإسلام اليوم درع وسيف لما جلست مجلسك هذا وما تلفظت بترهاتك هذه. تهين كتاب الله وتضرب بيدك عليه وتلقيه بجانبك بانتقاص وسخرية وفجر وإجرام. لم يقدم على ما فعلته إلا كافر معلوم الكفر. ما فعلته ينبئ عن الغل والكره الذي في قلبك تجاه القرآن. أكني كلمة إنه لقرآن كريم ختم عار، إزاي خرجت الكلمة دي من فيك؟ كيف طابت نفسك أن تتفوه بها؟ سبحان الله يا أخي، ما رفع أحد شأن القرآن إلا رفعه الله، وما حط أحد من قدره إلا أهلكه الله وحط ذكره في العالمين. شتان بين ما فعلت أنت وبين ما فعله من قبل بشر بن الحارث الحافي، الذي سار يوما في الطريق فوجد رقعة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، فحملها ورفعها وطيبها، فنام من ليلته فسمع مناد يناد عليه وهو نائم، يا بشر بن الحارث رفعت اسمنا عن الطريق وطيبته، لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. رفعت اسمنا فرفعناك، وطيبت اسمنا فطيبناك. فما ذكر اليوم الكرم والجود والسخاء إلا ذكر بشر. أما أنت فقد وضعت من شأن القرآن، فأبشر بما يسوءك ولا بشرى لك. عبده بيقول على كلمة إنه لقرآن كريم ده ختم عار. أعوذ بالله، كلمة إنه لقرآن كريم دي مش جملة عادية لدار نشر أو لدار طباعة المصحف كاتبينها كده وخلاص، لا، الجملة دي هي الآية رقم 77 من سورة الواقعة. قال الله جل الله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. سبحان الله، والله بدون ترتيب وقدرا الآية رقم 82 الأخيرة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في تفسير ابن كثير قال قتادة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أما الحسن فكان يقول بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به. وقال ابن كثير حدثنا ابن عبد الأعلى قال ثنى ابن ثور عن معمر قال قال الحسن في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب.
الرهيب. لا وكمان بيتنطط بكلمتين قرأهم في موقع معاني الكلمات على جوجل وبيقول انت وشيخك ما تعرفش الفرق بين كلمة حضر وجاء واقبل واتى. عشان انت مثلا حضرتك والشيخ بتاعك ما تعرفش الفرق بين حضر وجاء واقبل واتى. دول كله زبال. حضر جاء اقبل اتى زبال زبال. ايه الهبل ده؟ ببساطة جدا يا عبدو أو يا متر، معاني الكلمات دي موجودة في كل كتب التفسير وكتب علوم القرآن من أكتر من 1000 سنة. مش أنت يا متر اللي هتعلمنا اللغة العربية ومعاني كلماتها وانت عاجز إنك تنطق آية قرآنية بشكل صحيح. أتى جاء من مكان قريب، قدم جاء من مكان بعيد، أقبل جاء راغبا متحمسا، حضر جاء لتلبية الدعوة، ونزيدك كمان شوية متر، زار جاء بقصد التواصل والبر، طرق جاء ليلا، غشي جاء صدفة دون علم، وافى جاء والتقى بالمقصود في الطريق، ورد جاء بقصد التزود بالماء، وفد جاء مع جماعة. وعلى فكرة الكلمات دي قالها معلم أو مدرس لغة عربية، مش محتاجة يعني خبير كبير قوي يا جهبذ العصر وفيلسوف القصة اللي قلناها في الأول خالص. بس أرد عليك بكلمتين اتنين بس من الراجل ده وهو بيقول لك هبل. طبعا هبل والله، بالله عليكم ده أسلوب راجل متعلم أو ده أسلوب حد ممكن تاخد منه علم. لو حد من العلماء المشهورين كان كلامه بنفس الطريقة دي كان إيه اللي حصل من أحمد عبده ماهر وباقي شلة لا نريد الإسلام نريد الانحلال. أما كلامه إن في فرق ما بين كلمة القرآن والكتاب والذكر، خدوا عندكم المفاجأة دي علشان نعرفكم بس ونثبت لكم إن القصة اللي قلناها أول الحلقة قصة لها معاني ومكان. لو أردت هدم أي مجتمع أطلق الحمير. كلام أحمد عبد ماهر هو نفس كلام المنحرف السوري محمد شحرور، وهو ده الفيديو اللي بيقلده أحمد عبد ماهر زي البغبغاء بالظبط، واللي واخد كلامه من رفيق دربه المنحرف محمد شحرور. نفس الجملة دي المكررة بين فريق العلمانيين ومنكر السنة النبوية ومنكر تاريخ الصحابة والغزوات والبطولات وجهاد الأمة في القرن الأول وما بعده. وخدها كمان من المنحرف الجاهل منكر السنة النبوية محمد هداية. تحسهم كلهم بيقرأوا من سكريبت واحد. محمد شحرور منكر السنة النبوية ومكذب الأحاديث ونقل الصحابة لها، ألف كتابا قال فيه الكتاب شيء والقرآن شيء والذكر شيء والفرقان شيء آخر، وقال الفرقان من خصائصه كذا والذكر كذا والقرآن كذا، وهذا كذب. الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب. قال الله تعالى الله في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أنزلناه أي الكتاب الذي هو القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وفي سورة يوسف قال الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه أي الكتاب قرآنا عربيا. وفي الزخرف قال الله حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي فصلت قال الله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، ففي نفس الآية ذكر الكتاب والقرآن. هؤلاء المتعالمون الذين جاءونا على آخر الزمن وجاءوا بما لم يقل به عالم طوال 14 قرنا من الزمان ويزعمون أنهم الذين يفهمون القرآن وحدهم، جاءوا بقرآن جديد غير القرآن الذي فهمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون وبقية علماء الأمة الثقات. وحمير اليوم إنما يرددون ما نهق به حمير الأمس حمر مستنفرة
فرت من قسورة، إنما نحن لكم بالمرصاد، حائط صد منيع لن تستطيعوا تسلقه أبدا، وسنفسد عليكم كل شبهة، فموتوا بغيظكم. أخيرا لمن يسمعون لأمثالكم، كيف تأخذون دينكم من محمد شحرور أو أحمد عبد ماهر أو محمد هداية أو إبراهيم عيسى أو إسلام بحيري، وكيف تسمعون لكلامه في تفسير القرآن والسنة النبوية؟ كيف وكلهم عاجزين عن نطق آيات سورة الفاتحة بشكل صحيح؟ بس لحد هنا، والله يا أخي ما أنا مكمل بعد الحتة دي، واللي عاوز بقى يعمل لايك يعمل، واللي مش عاوز برضو والله بحبه في الله. وليلتكم أو نهاركم سعيد على حسب أنتوا بتسمعوني إمتى. المهم أكد حضورك باشتراكك في القناة ومتابعتك لصفحة الفيسبوك، ولا تنسى دعمنا على البيبال لدعم وتطوير واستمرار القناة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.